قال رحمه الله: ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في التشهد الأول، وأكثر العلماء على أنه في التشهد الأول يكتفي بالتحيات ثم ينهض ولا يزيد الصلاة الإبراهيمية، لكن الأقرب والله أعلم هو ما ذكره الشيخ الألباني وبينه أيضا الشيخ ابن باز رحمهما الله أنه يصلي الصلاة الإبراهيمية في هذا التشهد، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل، ولو لم يأتي بها المسلم في التشهد الأول فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن في ذكرها زيادة أجر على الراجح من أقوال العلماء.